السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا المباشرة لآخر التطورات التي تجري في المنطقة الخضراء بعد اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان. وسيكون معنا خلال هذه التغطية المستمرة في الاستوديو ضيفنا الأستاذ الصحفي والباحث السياسي العراقي نوري حمدان. أهلا بك معنا أستاذ نوري. شكرا. كما يسرنا أن نرحب مع ضيفنا عبر أو مع ضيفنا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. أهلا بك معنا دكتور نعمة. أهلا وسهلا بك أخي، حياكم الله. لعلي أبدأ معك أستاذ نوري، يعني هناك أحداث متلاحقة كل لحظة تحدث في العراق، هناك دعوات من الإطار التنسيقي يعني دعوات لأنصاره بالنزول لمواجهة يعني أتباع التيار الصدري، ما رأيك بداية بهذه الدعوة؟ الحقيقة يعني خلال هذه الساعات هو الدعوات أو الحركات أو التصعيدات، المواقف هي تصعيدية، لا يوجد ملامح للتهدئة أو للانسحاب. أتباع التيار الصدري المتظاهرين أعلنوا اعتصامهم في مبنى مجلس النواب، وهذا الاعتصام مفتوح، يعني لم يحدد ساعاته أو تاريخه. هنالك أنباء عن بعض الجهات في الإطار التنسيقي لدعوات لخروج أنصاره أيضا بتظاهرات مناوئة لهذه التظاهرات، وكذلك ظهر أيضا على قناتكم عاجل تفجير عبوة ناسفة في صحيح مقر احد الفصائل المسلحه السيد الشهداء. نعم. فبالتالي هذه بنتجمعها تعكس انه الوضع بدا يسخن، بدا يتوتر اكثر من ما هو متوقع. صحيح لم يكن اسرع من ما هو متوقع، هذا كله متوقع وممكن الاستمرار، ولكن في المضي بهذا الاتجاه سيعكس ظروف غير مناسبه حقيقه بهذه الأحداث. دعوة التظاهر من قبل بعض أطراف التيار الصدري، أطراف التيار أو الإطار عفوا التنسيقي، هذا أيضا ذكرنا بمظاهرات عام 2011 التي كانت رافضة للسياسة وإدارة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي في دورته الثانية. دعا أيضا أنصاره من دولة القانون إلى التظاهر في ساحة التحرير مع القوى المتظاهرة، يعني الشعب الذي كان الذي حاضر في ساحة التحرير، وكان يعني حضورهم سلبي، لم يكن تظاهرات بمعنى التظاهر التنديدي أو إعلان الموقف، ولكن كانت تظاهرات لقمع المتظاهرين المدنيين. جاءوا بعصي وجاءوا بأسلحة بيضاء وجاءوا بأسلحة حتى يعني فتح نار باتجاه المتظاهرين، فلديهم هذه التجارب، وهذه التجارب يعني حقيقة تسخن المشهد أكثر من ما هو ساخن في هذه المرحلة. نعم سيد نوري، يعني سنأتي على تبعات هذه الدعوات والدعوة إلى التظاهر وخطورتها. نعم. أيضا، ولكن دكتور نعمة، يعني هل ترى واقعية وإمكانية فعلا لتنفيذ اعتصام مفتوح في مبنى البرلمان من قبل أتباع التيار الصدري؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفكم وبكافة المشاهدين الكرام، حياكم الله. أهلا وسهلا. حقيقة أنا أسميها أنه الفصل العراقي الجديد الآن، أعتقد أنه بدأ، ومع الأسف الشديد أنه ما يسمى بالإطار أو أنا أسميه التاير، أنه ما اتعظ من دخول البرلمان قبل 3 أيام، وإنما كان ماخذها على يعني كأنما مزحة من قبل، بغض النظر من وراء هذه المظاهرات، لكن أيضا بغض النظر هم أبناء شعب العراق، لهم مطالب، لهم مآسي، لهم عيشة ضنكة، فالإطار لم يتعظ من هذه المظاهرة وأخذ يتعنت في رأيي والاستمرار
في تسمية السوداني كرئيس للوزراء، لدرجة أن نوري المالكي ظهر مسلحا. نعم نعم، وهذا يعني شيء خطير وشيء مبتذل في نفس الوقت، أنه شخص أو شعب يطلع للتظاهر السلمي مطالبا بحقوقه المعيشية والمادية، ويطلع ما يسمى بقائد الإطار مسلحا ببندقيته التي لا تتلائم وخلقته استغفر الله وشكله في مسك البندقية. فهذا منافي للحقيقة والأخلاق والقيم، المفروض يخرج إلى الجماهير ويقول أنه يا جماهير شعبنا العراقي نحن نسمع لكم ونطيع أوامركم وإلى آخره، وليس بأن يذهب ويلبس بدلته ومحاط بعناصر. طيب دكتور نعمة، يعني أمام هذا التعنت الذي تتحدث عنه، كيف سيتلقف الإطار التنسيقي دعوة التيار الصدري للاعتصام المفتوح في مبنى البرلمان؟ حقيقة هذه ضربة كبيرة للإطار، وأنا أعتقد الإطار وضع في موقف محرج لا يحسد عليه. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ سوى أنه أوعز قبل ساعة يمكن أو أكثر بجماهيره أن تطلع أيضا مظاهرة، وهذه المظاهرة أخي الكريم خطرة بغض النظر عن رأيي بهذا أو ذاك، لكنها ستقود إلى دماء إذا خرجت هذه المظاهرة المناوئة للتيار الصدري. ستكون هنالك دماء، والدماء يجب على كل عاقل، على كل عاقل من العراقيين أن يتحاشى الدم، لأن الدم هو فوق كل اعتبار. نعم، يعني أستاذ نوري، التيار الصدري بالفعل يعني نزل إلى الشارع، وأتبعهم الآن في مبنى البرلمان، يبدو أنهم على الأقل معتصمين الآن، وأيضا الإطار التنسيقي ينوي الخروج إلى الشارع. ما خطورة هذه الدعوات، وهل فعلا نحن ذاهبين أو ذاهبون إلى ما لا تحمد عقباه؟ هو فعلا القراءة الآن خصوصا بعد هذه الدعوات إلى أتباع الإطار التنسيقي في الخروج إلى الشارع بتظاهرة مناوئة، هي إلى متجهة إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا حقيقة يعكس يعني التخلف السياسي عند الإطار التنسيقي، وهذا يعني يجب أن يكون لهم وليس لنا. نحن نعلم أنهم فاشلون، ولكن هم عليهم أن يعترفوا بأنه هذا التخلف السياسي هو من أفشل إدارتهم للدولة من 2003 لحد اليوم. يعني التعامل بهذا المستوى من المسؤولية، بهذا المستوى من السياسة، هذا يعكس حقيقة عدم قدرة سياسية وفشل حقيقي وتخلف في اتخاذ القرارات. عليهم حقيقة عليهم أن يعترفوا بهذه الأخطاء وأن يتعظوا، وأتفق مع الضيف الكريم دكتور نعمة بأنه الإطار ما زال يعني بعيدا تماما عن متطلبات الشارع، بعيدا تماما عن متطلبات المرحلة. المرحلة تختلف تماما عما كانت عليه، ما كان في إدارتهم من 2003 إلى 2019 ثورة تشرين ليس كما هو اليوم. الجمهور لم يسكت بعد، بالرغم من أنه المظاهرات لم تكن بداياتها من ثورة تشرين ب 2019، هي من 2011 بدأت، ولكن الإطار ما زال بنفس التفكير، ما زال بنفس طريقة الأداء، وهذا دائما نتحدث عنه، نقول طريقة الأداء لا تفضي بنتائج جديدة إيجابية تجعل من الجمهور أن يمنحهم الفرصة مجددا في إدارة البلد. اليوم وسط هذه الظروف الصعبة حقيقة المحرجة، يجب أن يقول قوله الشعب العراقي، يجب أن يمنع هذه التظاهرات، يجب أن يقف كما وقف
في ثورة تشرين نحن نعلم، كنا نتابع، الجميع يتابع، العالم كله يتابع، عندما قررت السلطات في قمع بشكل مباشر وقوي للشباب الثائر في ثورة تشرين، وكانت هنالك استعدادات لخروج ليلا وقمعهم، الشارع العراقي سمع بذلك وخرج بشكل شعبي جماهيري تعبوي، عوائل هؤلاء الشباب بأكملهم خرجوا إلى الشارع ومنعوا قمع هؤلاء الشباب وقتلهم في ساحات التحرير وخروجهم منها. اليوم الشعب العراقي يجب أن يكون له دور أيضا في منع مثل هكذا كارثة والخروج حقيقة بثورة عارمة لوقف هذه القوى عد حدها من هذا الاستهتار. نعم. في مصير الناس. سيد نوري، كما نشاهد على شاشة قناة الرافدين الآن، يظهر عاجل مكتب الصدر للإطار التنسيقي، تفجير المسيرات هو ما يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد. ما تعليقك أيضا؟ هو هذا اللي نتحدث به، يعني استخدام السلاح من قبل الفصائل المسلحة التابعة للإطار التنسيقي هو من يكسر هيبة، كما يتحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهذا ينذر بأنه هذا التصريح حقيقة يعكس أنه الوضع سخن وتطور إلى قد يكون في استخدام السلاح في الساعات المقبلة. نعم. أيضا يعني دكتور نعمة، هناك من يرى أن التيار الصدري ليس بريئا مما يجري بالنهاية، يعني ليس وحده الإطار التنسيقي هو صاحب الفساد الأكبر في العراق، كما تعلم التيار الصدري هو مشارك بالعملية السياسية منذ 2003 إلى حد اليوم، وما يجري هو محاولة لغسل أوراقه ولتبرئة نفسه مما يجري. ما رأيك؟ هذه حقيقة أخي الكريم، يمكن أعتقد أن اطرقت لها قبل هذه المقابلة معكم قبل أسبوعين أو شهر أو أكثر، أنه التيار الصدري من كان منغمس حتى رجليه بالفساد وملاحقة الآخرين بالقتل والتشريد. هذا لا يجب أن يخفى عن عيوننا ولا يجب أن ننساه. التيار الصدري أجرم بحق العراقيين في فترة ما، أجرم في حق العراقيين، ولكن إذا بدأ يغير من جلده وبدأ أنه ينظر نظرة مستقبلية لمستقبل العراق في الإدارة والتصميم والبناء وانفتاح على المجتمع العراقي وانفتاح على المجتمع العربي والعالمي، أكيد أنه كثير من الناس سيقولون سنجعل ما أمام عيوننا خلفنا. ولكن ونتعامل ما هي المؤشرات؟ ما هي المؤشرات التي تدل على يعني انتقال التيار الصدري إلى الجهة المقابلة؟ هناك دعوات من التيار الصدري إلى حل الميليشيات، ولكنه أيضا لم يبدأ بميليشياته. نعم، هذه هو السؤال المحير، أنه عندما يطلب بحل الميليشيات وهو لديهم 2 ميليشيات، 2 من الميليشيات اللي أوغلت في الدم العراقي، أوغلت وأكدها وأكررها أوغلت، لكن كما أقول أنه بدأ يتغير إلى حد ما من بعد 2014 تقريبا، 2014 فما فوق بدأ يتغير الصدر إلى أيضا نوعا ما في العلوم السياسية أنه شوي أقل من الحدة، أقل، أنه أصبح الصدر يفهم السياسة، كان لا يفهم السياسة، أصبح يفهم السياسة، أو مستشارين أو بعض المستشارين حوله أنه بدأوا يفهموا ما معنى السياسة وما يجب أن يقوم به وما ما ما إلى آخره. الآن حضرتكم أو سمعت منكم أنه أكو تفجير في سيد الشهداء، مدري سيد المدري إيش. الحقيقة هذا لعب على الذقون، هم من فعلوا هذا الشيء
ستتضح لنا ولكم أنه كانوا هم بأنفسهم يقومون بهذا العمل التفجيري وليس آخر، حتى يكون رد فعلهم إذا أرادوا أن يكون مبرر ضد جماعة الصدر. أرجع وأقول أخي الكريم، دخول التيار الصدري إلى البرلمان أنا وجهة نظري كان رسالة يجب على القوة الخير التي تريد التغيير أن تستغلها، يجب عليها أن تستغلها للتغيير نحو الأفضل. نعم. ويجب مثل ما يقول لفظ التيار أو ما يسمى بالإطار، وهو سيكون أعتقد مصيره السحل في شارع بغداد. إذن يعني بالنسبة لما يجري الآن من خروج أتباع التيار الصدري، هل برأيك يتشابه مع ثورة تشرين أم هناك فرق جوهري؟ أعتقد ولو ربما أفاجأك بالجواب، أعتقد أكثر جرأة وأكثر حدة، ومن المقابل القوى الأمنية تتعامل بإيجابية إلى حد الآن مع هذا التوجه. أتوجه هنا وبالتأكيد الأسبوع الماضي أو قبله أكدت أنه الكاظمي باقي في حكم العراق لمدة سنة على الأقل. نعم. السيد نوري حمدان، هل توافق الدكتور نعمة لما ذهب إليه بداية من يعني الأكثر جرأة والأكثر لربما يعني بالنسبة لمتظاهري أو متظاهري تشرين وأيضا أتباع التيار الصدري؟ نعم، شوف، هو أنا بالنسبة لي أعتقد أنه هنالك فرق ما بين مظاهرات التيار الصدري اليوم ومظاهرات تشرين. مظاهرات تشرين بدأت مطلبية، ارتقت إلى ثورة ضد العملية السياسية. مظاهرات التيار الصدري هي مظاهرات سياسية لتغيير في داخل العملية السياسية، لترجيح كفة حزب على حزب، لصناعة تغيير داخل العملية السياسية أو لإصلاح، هم دا يتحدثون بشكل واضح لإصلاح العملية السياسية، بينما مظاهرات تشرين هي كانت مظاهرات لتغيير العملية السياسية، لتغيير مفهوم، وهي غيرت. فلذلك احنا نقول عن تشرين ثورة. ليش نقول عليها ثورة؟ لأنها غيرت مفاهيم، المفاهيم التي طبعت أو روج لها أن العراق تمترس طائفيا، هي غيرت هذا المفهوم. العراق خلص من ثورة تشرين 2019، انتهى قضية أنه العراق هو منقسم طائفيا، العراق غير طائفي. جمهور العراقي واضح وقال كلمته في أكتوبر 2019 إنه العراق عراق العراقيين وليس عراقا منقسما طائفيا. يختلف تماما عن هذا. الجرأة التي وصفها دكتور نعمة وأنا أتفق معها في هذه التظاهرات هي أكثر جرأة، هو الفرق ما بين التشرينيين عدم قدرتهم على حمل السلاح وامتلاكه، والتيار الصدري من قدرتهم في حمل السلاح وامتلاكه. عدم قدرة الدولة، يعني الآلة القمعية اللي موجودة عند الدولة، عدم قدرة الآلة القمعية اللي موجودة عند الدولة في مواجهة التيار الصدري، عكس تماما قدرتها في مواجهة التشرينيين. وهذا تحدثنا به قبل، يعني في بداية التغطية أنت يعني تذكر أكيد. فهذا الفارق ما بين ثورة تشرين ومظاهرات التيار الصدري. لا يمكن أن نصف يعني حتى الآن بالمناسبة، حتى الآن أنه لا يمكن وصف مظاهرات الصدريين الآن بالثورة، إلا إذا تمكن التيار الصدري وزعيم التيار الصدري من إقناع الشعب وكسب تأييدهم في المشاركة في المظاهرات لتكون مظاهرات شعبية عامة وفق أو ذو أهداف تغيير جذري حقيقي للعملية السياسية،
هنا ممكن ترتقي إلى مستوى الثورة التي وصلت إليها ثورة تشرين. نعم، إذن سنشاهد معك أستاذ نوري ودكتور نعمة هذه المادة، ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا، أتوجه بالسؤال هنا إلى الدكتور نعمة. دكتور نعمة، في حال إصرار الإطار على مرشحه السوداني، ما هي خيارات يعني التيار الصدري؟ هل يكفي الاعتصام بالبرلمان برأيك؟ أولا التيار لن يستمر بترشيح محمد الشيع السوداني، أي واحدة. اثنين، التيار أعتقد أنه سيعلن عن حل مجلس النواب، لأن مجلس النواب ليس له الآن، أصبح خارج تقصد الإطار تفكير الإطار خارج الإطار أصبح خارج تفكير الإطار. ثلاثة، القضاء الآن أصبح شبه محيد، شبه ما أقول محيد لكن شبه محيد، لأن خاصة أيضا هذه التغريدة الصغيرة تعتبر جرة إذن للقضاء، يعني بدل ما وصلوا قالوا أرادوا أن يوصلوا أرسل لهم رسالة، ما يسمى الوزير أو الخفير، أنه توقفوا، فهم فهموا الرسالة للقضاء. فعلى القضاء أن يكون للدولة العراقية وليس للإطار أو للتيار، يكون للدولة العراقية لمصالحها، لمكتسباتها، لمستقبلها، لكيانها، لبنائها، وليس لا لنور المالكي ولا لمقتدى الصدر ولا لهادي العامري العميل الأكبر في لإيران. هذه يجب أن يتخلوا عنها جميعا، ويكون القضاء قصدي، ويكون توجهه ورسالته هي للعراق والعراقيين. الموقف وعليه الموقف الإيراني كيف سيؤثر؟ ما يعني ملامح هذا الموقف؟ الموقف الإيراني الآن أصبح، شوف، أكو رسالة خرجت من داخل مجلس النواب قبل ساعتين، أو إيران برا برا تذكرنا بشعارات تشرين إذا تذكروها. صحيح. نعم، فالآن من داخل البرلمان إيران برا برا، فهذا يعني أمرين. الأول، أما أن تكون إيران ضاغطة ورد فعل التيار الصدري لهذا الشعار هو أنه إحنا لن نسمع لكم، أو أن مقتدى الصدر يريد يوجه رسالة للإطار وذيول الإطار أنه ترى إحنا لا تهمنا إيران ولا قوة إيران ولا قاعان اللي كان قبل يوم
واللي مع الأسف الشديد أكبر كذاب هذا الحكيم، أنكر وجوده بتبرير غير مقنع وتبرير جاهل أنه هو ما يستطيع أن يعلن عن وجود قاني إذا ما قاني هو لعد أنت شو تسوي أنت زارع خضرة؟ إذا أنت قائد، أنت أبو البلد، أنت من تعرف منه يجي ومن يخرج ومن كذا. حقيقة ابتلى العراق بهؤلاء الأقزام القادة، ما يسمى آسف بهؤلاء الأقزام، أنه يصبحون هم متسيدين على العراق. هذه حقيقة أنه من مادري. سيد نوري، ما هي الخيارات القادمة أو ما هي السيناريوهات القادمة برأيك؟ نعم، شوف بالنسبة للتيار الصدري ما عندهم خيار غير منع الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة عن طريق الاحتجاجات اللي هم اختاروها من انسحبوها من البرلمان. الإطار التنسيقي يعني أمامهم خيارين حقيقة، يعني لإقناع التيار الصدري بالاستمرار أو لكسب الوقت للاستمرار. الخيار الأول أنه البرلمان الحالي، يعني البرلمان الحالي يعني مجمد، ربما هو مجمد، يعني خلينا نقول أنه البرلمان الحالي هو يعلن بأن الانتخابات أكتوبر الماضية هي انتخابات ملغية، يعني يلغي هذه الانتخابات ويجري انتخابات جديدة في موعدها القانوني، في موعدها يعني الدستوري بعد يعني بال 2023. ولكن هذا سيكون مقبول بالنسبة للتيار الصدري، وخاصة أنه يعني صاحب الكتلة الأكبر؟ هو خرج من العملية، يعني هسه حاليا التيار الصدري هو خارج من البرلمان، فهو اليوم يعني إن كان ولكنه إن تم إلغاء الانتخابات، إن تم إلغاء الانتخابات أو لم يتم إلغاء الانتخابات هو ما راح يعني له شيء. هو اللي يهمه هسه اليوم تشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة المكلف بها هو الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي إن عجز عن تشكيل الحكومة عنده خيارين. الخيار الأول هو إعلان إلغاء الانتخابات والبقاء على حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي والاستمرار في التحضير للانتخابات المقبلة وفق القانون، قانون الانتخابات الذي شرعه منه البرلمان السابق الذي لم يخرج بنتائج إيجابية. يعني إذا تمت الانتخابات وفق هذا المعيار راح تطلع بنفس النتيجة اللي احنا اليوم بيها. أو الخيار الآخر، البرلمان الحالي لا يعلن إلغاء النتائج ولكن يستعد لإجراء انتخابات جديدة مع استمرار حكومة الكاظمي لتصريف أعمال وتشريع قانون جديد أو تعديل هذا القانون، قانون الانتخابات. وهذا فيه أيضا إشكال لأنه من الصعب جدا التيار الصدري يوافق على قانون انتخابات هو لم يكن له دور فيه. صحيح، هذا واحد. الثاني هو من الصعب جدا أنه الشارع العراقي بشكل عام يقتنع بقانون انتخابات يشرع الإطار التنسيقي، لأن الإطار التنسيقي هسه هو الفاعل بمجلس النواب. فصعب جدا أنه يشرع قانون حتى ممكن أنه يجرى الانتخابات، تجرى انتخابات جديدة أو الانتخابات 2013. بمعنى أنه الخيارين المطروحة أمام الإطار التنسيقي، في إجراء الانتخابات عام 2023 واستمرار وجود الكاظمي في حكومة التصريف أعمال هي لا تخرج بنتائج إيجابية يعول عليها الخروج من الأزمة السياسية الحالية أو الخروج من الاستعصاء الأزمة. سوف يعني يعاد إنتاج نفس المنتجات أو نفس النتائج التي خرجت بها
انتخابات اكتوبر الماضية وحتى انتخابات 2018 التي ثار عليها التشرين. فبالتالي لا أعتقد هنالك جدوى حقيقية من كل الخيارات. نعم، إذن في ختام تغطيتنا المباشرة لآخر التطورات لا يسعني إلا أن أشكرك أن كنت معنا ضيفنا هنا أو ضيفا هنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي العراقي نوري حمدان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. عبر سكايب أشكر ضيفي من لندن الأكاديمي والأستاذ أستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا. حياكم الله. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير. إلى اللقاء.